أبو الشغب هاك هاك كل الشعب جاك جاك بس بالعلم نتلقاك اضرب قنابل للصبح أبو الشغب هاك هاك كل الشعب جاك جاك أبو الشغب وين وين اللي زرنا يضرب على العين ما تقدر تباوع زين لك عزب عين ايش قد وكع أبو الشغب هاك هاك كل الشعب جاك جاك بالعلم نتلقاك اضرب قنابل للصبح أبو الشغب غاز غاز كثر لي كلش معتاز بخان لي ممتاز اشتم صدري انفتح أبو الشغب هاك هاك كل الشعب جاك جاك بالعلم نتلقاك اضرب قنابل للصبح أبو الشغب وين تريد تسوي ما راح يفيد كل الشعب ايد بايد بس احنا وانت مو صلح ابو الشغب هاك هاك كل الشعب جاك جاك بالعلم نتلقاك اضرب قنابل للصبح 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا في هذه الحلقة. طبعا استمعتم إلى هذه الهزوجة أو هذه الأغنية التي ظهرت قبل قليل. قوات مكافحة الشغاب تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع بهدف قتل المتظاهرين ووأد الثورة، وسلطة المنطقة الخضراء تخرج بقرارات وقوانين أيضا بهدف وأد الثورة وقتل المتظاهرين. قانون الانتخابات الجديد هو الموضوع الذي سنتحدث به اليوم في هذه الحلقة، وسنتحدث عن تفاصيله وأيضا محاولة للتوضيح حول حقيقة هذا القانون، وهل لشخصيات أفسدت في هذا البلد على مدار 16 عاما أن تخرج بقانون يخلص العراقيين من فسادهم؟ هل هذا منطقي أصلا هذا الطرح؟ طبعا هذا موضوع أيضا سنتحدث به، سنذكر بعض التفاصيل التي وردت في هذا القانون، وأيضا ما مدى سلبية وما مدى فساد هذا القانون الذي خرج، ولكن للأسف هناك بعض الترويج الإعلامي محاولة لوضع الغمامة على عيون بعض من المتظاهرين أو بعض من العراقيين بهدف إيصال فكرة أن هذا القانون هو نتاج هذه الثورة ونتاج هذه المظاهرات السلمية ونتاج دماء الشهداء. لكن سنوضح لحضراتكم حقيقة هذا القانون الذي خرج من الفاسدين والذي بالطبع لن يكون قانونا نزيها. لكن نبدأ بأخذ الاتصالات. أولا من معنا؟ السيد محمد من هولندا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، أهلا وسهلا. والرحمة على سيدنا طائل الديوانية أخ محمد اليوم تعالوا. طبعا معروف هو وصارت وراء يعني استنكار وحرق مقرات يعني بالديوانية. فالفضل عندهم ثقافة القتل. ما عندهم ثقافة سلمية، يعني ما عندهم ثقافة سلم القتل. فتشوف القانون بالناس يعني الدم بارد والعالم يتفرج للأسف. أما بقانون انتخابات فهذا كله تخدير أخ محمد، خدعة، مجرد كسب الوقت. هم كلهم وعودهم كاذبة، كل التعيينات اطلقوها قطع الأرض الوهمية طول الناس بعد كذب. فهذه كلها يعني وعود كاذبة أنا أشوفها، يعني مجرد كسب الوقت. فإحنا ما نثق بهم لا بوعودهم، إحنا ما نريدهم ولا قوانينهم، نريدهم يطلعون الأحساب. أنا ما بدي يفكرون بهذا الشيء ولا يعقلون، مثلنا عامة حاطة راسها بالقاع وما تشوف الواقع. هذا الواقع أخي محمد، قانون الانتخابات هذا مجرد كتوبة، مجرد لكسب الوقت. هل يمكن لهذه الطبقة التي جثمت على صدور العراقيين ودمرت البلد وسرقت الثروات وأطلقت يد للميليشيات وغيرها وغيرها وسمحت بتدخل إيران وتدخل أمريكا، أنه الآن تخرج بقانون انتخابات يمكن أن يخدم العراقيين ويحارب الفاسدين ويحارب الأحزاب ويحارب وجودهم؟ أكيد لا، هم فاسدين بالأساس، والبيت أساسه يعني بنتي يا محمد. فأكيد هم فاسدين بالأساس، هم مجرد يعني أدوات بيت إيران يعني. فأكيد أنا وياك مستحيل يعني هم يظلون فاسدين.
وتحياتي لك. شكرا يا محمد، كنت معنا من هولندا. طبعا مشاهدينا، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت إن قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان يهدف إلى تكريس الأحزاب الفاسدة التي شاركت في دمار العراق منذ أكثر من 16 عاما، ويساهم بإنهاء العراق كدولة وإبعاد شعبه عن كونه مصدرا أساسيا للسلطات. كذلك أضافت اللجنة أن قانون الانتخابات الجديد صيغ بأيد إيرانية ولم يتضمن منعا للأحزاب أو المرشح من دخول العملية السياسية إذا كان لديه جناح مسلح، أو الأحزاب والشخصيات التي شاركت بالعملية السياسية منذ 2003، كما لم يتضمن نسبة 50% زائد واحد، ما يعني ضياعا لآلاف الأصوات الانتخابية فضلا عن إنهائه وجود الأقليات في العراق. أشار كذلك بيان اللجنة إلى أن القانون الجديد، قانون الانتخابات الجديد، سيعزز التناحر العشائري داخل القضاء الواحد حتى تتفرد أحزاب إيران أو الأحزاب وإيران بالسيطرة أكثر على مقاليد الحكم في العراق. أضافت اللجنة أن المتظاهرين يرفضون هذا القانون الذي يتناقض مع مطالبهم بحل البرلمان وتجميد الدستور وتشكيل حكومة انتقالية تؤسس لعملية انتخابية برعاية أممية ودولية على وفق قانون انتخابي عادل يعزز وحدة الشعب العراقي. طبعا هذا القانون مشاهدينا الكرام، كما ذكر بيان اللجنة المنظمة للتظاهرات، لغى فكرة 50% زائد واحد، ما يعني أن، وبما أنه طرح فكرة أن كل 100,000 مواطن أو 100,000 شخص سيمثله شخص في البرلمان، ما يعني أيضا أن المال والسلطة ستحسم أمر كثير من هذه الأصوات. سيضيع حق الكفؤ العراقي، سيضيع حق المستقل في مواجهة طبعا القبلية العشائرية والسلطة والمال، وكذلك الذراع المسلح الذي سيفرض بالتهديد أيضا موضوع التصويت. هذا القانون سيقضي على أصوات الذين يقطنون في العشوائيات لأنهم غير محسوبين على أي قضاء، وبالتالي ستضيع أصوات عشرات الآلاف إن لم تكن مئات الآلاف من سكنة العشوائيات في العراق الذين لديهم القدرة على التصويت، لكن سيضيع حقهم في هذا الموضوع. كذلك سيضيع حق العراقيين المهجرين والنازحين من التصويت، لأنهم الآن في مناطق غير محسوبين على منطقة معينة ولا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب دمارها، وبالتالي أيضا سيضيع حقهم بالتصويت. هذا القانون سيعزز فكرة أن القبيلة أو العشيرة التي في داخلها مرشح معين ستدعم بكل ما لديها من قوة هذا المرشح، حتى لو كان على حساب منافس كفوء قادر على إدارة المنصب أو شغل هذا الكرسي بشكل أفضل وبشكل أصح. إذا نحن نعود مرة أخرى إلى موضوع أنه صاحب الحزب وصاحب المال وصاحب الميليشيا هو الذي سيتحكم في الأصوات، وهو الذي سينفرد بالفوز بالمقعد الانتخابي، والموضوع كله سيكون لعبة خبيثة من أجل الضحك على العقول البسيطة لدى شريحة من المجتمع. هذا القانون لو حدد 50 زائد واحد لكان هناك تنافس قوي وشريف، وهذا الموضوع أيضا دليل على أن هذه الأحزاب لا ترغب بوضع قانون نزيه عادل شفاف لخدمة المواطن، بل لخدمة وجودها ولخدمة مصالحها. تستطيع بهذا الموضوع أن تشتري الذمم عن طريق صاحب المال والسلطة، وأن تسيطر على الأصوات الموجودة. طبعا هناك أيضا أقضية فيها أعداد قليلة من الأشخاص، يعني لا تتجاوز أو لا تصل إلى 100,000. هذا الموضوع سيقود هذه الأقضية إلى أن تندمج مع أقضية أكبر ذات نفوس أكثر، وبالتالي سيضيع حق هذه الأصوات أيضا. كذلك الأقليات التي تسكن في العاصمة أو في مناطق ذات غالبية سكانية كبيرة، هذه الأقليات لن تحظى بممثل بسبب أيضا كما قلنا نظام التصويت المتبع في هذا القانون. مواضيع كثيرة طبعا، هاي المسرحية اللي صارت بالبرلمان ويطلع محمد الحلبوسي يقول باسم الشعب العراقي نقر هذا القانون ويصفقونه، طبعا هاي المسرحية البائسة هو دليل طبعا على لعبة معمولة من الجميع ومرتبة بترتيب صحيح من قبل البرلمانيين في سبيل الفوز بهذا أو إخراج هذا القانون للعلن، ومحاولة وضع هذه التمثيلية أمام العلن كأن الشعب هو الذي حقق هذه المكاسب، والثورة هي التي حققت هذه المكاسب. لكن ما ورد من المتظاهرين، وسنعرض لحضراتكم بعض المقاطع بعد قليل، وأكبر دليل على رفض الشعب لهذا القانون. من معنا الآن؟
أم يوسف من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا سيدة أم يوسف تفضلي. أنا دا أشاركك دائما ولو حسنت البث مالكم مدى يطلع أكو علي تشويش يجوز. لأنه بدك تنقلون الوقع والحداث. نعم. بالنسبة للقانون اللي وقعوا عليه ومرروا. نعم. طبعا هو الشيء واضح. احنا كنا موجودين في ساحة التحرير وصار لي تقريبا من بداية المظاهرات اللي هسه، وأنا واحدة من الناشطات اللي تعرضت إلى ضرب طبعا، واللي هسه يعني تعبانة ورجليها مو زينة، فأعرف الأحداث من البداية لحد هسه. دخلوا أحزاب. نعم. حاولوا يسيطرون ما قدروا. عندنا خلينا نحكي هسه عن يمن، نحكي على التيار الصدري. هم كان لهم دور من البداية ودورهم كان محدد ومخفيين، لأن باعتبارهم أنهم شنو، هم دا يحمون المنطقة وهم يحمون المتظاهرين، وعلى أساس حسب اللي هذا من يروج هذا الكلام طبعا؟ من يروج هذا الكلام؟ هذا حسب، هذا أنا أقول لك مجاميع موجودة هناك داخل التحرير. على أساس أنه إحنا موجودين هنا بسبيل نحميكم. نعم. وإذا صار ضرب وصار شيء إحنا متهيئين. بس اللي صار عكس، إحنا شفنا مال جراج السنك، إحنا كنا موجودين هناك. نعم. وكل جسر كنا ناخذه، أنا كنت في مقدمة بالمقدمة بالخط الأول. واللي كانوا موجودين بجراج السنك إحنا قلنا يا هذول ترى مو جيش، هذول ميليشيات وماخذين زي الجيش، بس بأي لحظة ممكن ينزلون ويهجمون يقتلون متظاهرين. وهذا الصراحة لأنه لو كان صحيح سائرون أو العفو كتلة التيار الصدري لو فعلا كان موجودين في حماية المتظاهرين كان تحركوا وكان سووا شيء لمن نزلوا اللعب جسر وقتلوا المتظاهرين. هاي الشغلة. الشغلة الثانية، القانون اللي مرروا البارحة طبعا هي لعبة. اللعبة انه انت سووها على الأقضية والنواحي. هاي شلون نقول، باتفاق بين برهم صالح والأكراد بالوقت الحالي، وصار فترة الأكراد في كردستان وبقية المناطق كسروا الأقضية والنواحي، وعلى هذا الأساس هم هسه انت شلون يعني هو هذا القانون بشكل عام ما راح يقتصر على موضوع الأكراد بس، هو يخدم كل من في السلطة الآن، لأنه بصورة عامة راح يخدم. نعم. هواي مناطق، هو هاي المناطق راح تخدمها، هم نفسهم الحكومة نفسهم الأحزاب. نعم. زين، هو هذا اللي يصير. ولا خلي أقول لك في الشغلة، ماكو ولا مطلب من طلبنا احنا في ساحة التحرير تحقق. نعم. احنا طلبنا أول نقطة طلبناها انه يمنع ترشيح الأحزاب. وهذا القانون ماكو، ما لقيناه موجود. كل من لا طلع، هو موضوع التمثيل الفردي، هو الموضوع التمثيل الفردي بالقانون الجديد هو عادي سهل، يعني أي واحد يطلع يقول أنا استقاليت من الحزب الفلاني وحترشح بصفتي الشخصية وحيحاول يدخل بالانتخابات بهذه الصفة، لكن هل فعلا سيتم يعني ابتعاده عن الحزب وعن التأثر بهذه الأوامر وغيرها؟ أكثر من شخصية من جماعة الأحزاب يطلع لك صفحات الرسمية ويطلع لك بلقاءات يقول لك أنا مستحيل أترك الدولة. نعم. تتكلمون يعني، ترى هم يعترفون بلسانهم فمستحيل يتركوها، وهاي اللعبة لا أكثر ولا أقل. نعم. أصدقني ثق بالله مستحيل نتركها إلهم إذا كانوا سائرون أو غير كتلة. ساحة التحرير ماكو، ما حد يأيدهم ومرافضيهم متاتا، يعني راضيهم ما نقبل اي واحد من عدو حتى لو كانوا مؤيدين الصدر. نعم. ام يوسف انا اشكرك، كنت معنا من بغداد. نسمع راي السيد ابو فاطمه من النجف. ابو فاطمه تفضل. السلام عليكم ورحمه الله اخي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقه اخي الكريم، يعني احنا الطبقه المثقفه والشبابيه والحقوقيه، نعم، ما يصدر من ما يسمى بالبرلمان وغيره لا نعترف به، لأن هذه أصلا احنا نعتبر العراق ما زال محتلا من قبل إيران وأمريكا. احنا في تصورنا الحل الأجدر والأحسن هو أولا حل الميليشيات ومصادرة أسلحتها. نعم.
لأن هذه الميليشيات هي السبب الرئيسي في يعني قمع الشعب وقمع المتظاهرين والقتل والخطف إلى آخره. نحن نريد تأسيس بعد ذلك حكومة إنقاذ مؤقتة، لا نقبل بهذه القرارات التي تصدر كما تفضلت أنت، كيف برلمان يعني متهم بالسرقة والتزوير واللصوص وقتل، أن نقبل منه يقرر ما يريد. بعد ذلك يتم إصدار قانون انتخابات جديدة ويشرف عليه منظمات حيادية ومنظمات أممية. نحن كذلك بعد ذلك نريد أن نمزق دستور بول بريمر الصهيوني المجرم ونرميه في القمامة. نريد كذلك بعد ذلك إعادة محاكمة الأبرياء السجناء في السجون في كل العراق. لم يصدروا قانونا واحدا للعفو. الآن الأمهات والناس الآن تبكي، المقابر الجماعية الآن التي خرجت في الفلوجة وغير الفلوجة. كل ما بناه بول بريمر المجرم إحنا نريد أن نعمل عكسه، أو نعمل ما عمله هو. نريد بعد ذلك حل الجيش والشرطة، لأن هذه الأجهزة الأمنية ليست أجهزة وطنية ولا أهل البلد، وإنما ولا أهل الأحزاب، وكلهم معظمهم من الميليشيات التي أتت من إيران. أخي الكريم، هذا يعني بمختصر. نحن أبو فاطمة، هناك من يروج لهذا القانون ويحاول يوصل صورة للبسطاء من الشعب، البسطاء من المتظاهرين، أنه ثورتكم جابت نتيجة خلت البرلمان يرضخ ويعطوهم صورة عامة أو سطحية على القانون، وما يوضحون تفاصيل هذا القانون اللي يحرم شريحة كبيرة من المجتمع، يحرم الأقليات من التمثيل البرلماني، يقضي على كثير من الكفاءات العراقية بسبب قوة المال وقوة العشيرة. ما يوضحون هاي الأمور وما يقولوا لهم أنه أنتوا شلون طالعين على، أو ما يوضح للعراقيين بشكل عام يقولهم شلون تطالبون برحيل نظام فاسد، وهذا النظام تقبلون منه أنه يطلع بقانون انتخابات جديد أو يطلع بأي قرار تحت مسمى دم الشهداء، او احنا في 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 سبيل نجاح الثوره، او تحت يعني تحت اي مسمى لايصال الفكره للناس انه انتم ثورتكم اتت بثمارها وخلتنا نرضخ ونطلع لكم بهذا القانون. نعم اخي الكريم، نعم كما تفضلت، يعني هم يحاولوا جهد الامكان بتوصيات من قم وايران، يحاولوا ان عسى ولعل أن يستطيعوا مع مرور الوقت أن يخدعوا المواطنين ويخدعوا الشعب العراقي. بالعكس، الشعب العراقي واعي إلى درجة كبيرة، وهو يرفض وغير يثق بأي قرار يخرج من هؤلاء اللصوص الموجودين في المنطقة الخضراء. خليعرف سليماني وغير سليماني أن الشعب العراقي ليس لقمة سهلة بيده، وهم الآن يعني خائبون. أخي الكريم، لا نثق بأي وجه من الوجوه، عيدان أو غير عيدان أو فايق الشيخ، كلهم هؤلاء ربحاويون، قتلة، مجرمون، حاربوا ضد الجيش العراقي، فلا نثق بهم أبدا. نحن الحمد لله يعني هذه الدماء. طيب أخي، الآن كم الآن أنتم في الأمس يعني الندوة المهمة التي ظهرت، عدد الضحايا بالآلاف، 24,000 جريح ومعوق، وهنالك أكثر من 1,000 مغدور وقتيل. على أي أساس لم يتم إلقاء القبض على شخص واحد؟ يعني هذا الأمر نحن نستغرب أخي الكريم. وفي النهاية أقول لك أخي الفاضل، نحن نرسل رسالة بصراحة، كل من يدعم هذه الحكومة المجرمة من دول المنطقة يعرف أنه يشارك في سفك دماء العراقيين. طيب، وشكرا لك أبو فاطمة، كنت معنا من النجف. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. ما نموت ما نموت، احنا وادم شيب من تكتنا نكثر، احنا وادم زغرونا وصرنا اكبر، احنا وادم ننطدم دم وصعبة ما ننطي مجال، احنا وادم ننطي دم وصعبة ما ننطي مجال، احنا ناس الحمد لله ما نعيش مدللين، الدلال الزايد يخرب الجهال، احنا وادم
احنا وادم والنشيد الناغبي. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء استشهدا. اش وقت تغلى يا بعد دم الرخيص يا بعد ذن عليك تمرعدا. موطني موطني الشباب لن يكل لو ما ترد لبيوتها. الثورة قامت زحمة والضم صوتها. زحمة زحمة للفينات تطلع والكبارية تنام. احنا وادم حتى طيحتنا تعور طيح جام. ثوروا ثوروا مو طلعت كراسيهم عزيزة وأعز من دمنا اللي يطيح. ثوروا معقول الشعب ما عنده صوت وما يصيح. ثوروا خلوها العمايم ظالة بس للطم. صرخة المظلوم هزت كرسي الله ما تهز كرسي الحكم. غزر الساهون ببطون الذيول وصار هارخص الذبح. ثوروا لا تقولوا ان نخسر احنا ما عدنا ان خسره. ثوروا هي الحرب ما بيها ربح. او لا تعيرن بقذلتي عير بعقال اللي بدو الضام راسه. هي هاي الثورة قامت ثورة القذلة على قرعان السياسة. ثوروا لا تطلع الموزينة وهدها. ثوروا مو أم لجل هذا التراب قطت ولدها. ثوروا مو أم لجل هذا التراب قطت ولدها. ثوروا لا تعيرن بقذلتي عير بعقال اللي بدو الضام راسه. هي هاي الثورة قامت ثورة القذلة على قرعان السياسة. ثوروا لا تطلع الموزينة وهدها. ثوروا مو أم لجل هذا التراب قطت ولدها. ثوروا مو ياهل يجي وصار النمام. ثوروا سمعون الشعب 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 شي يريد قوم. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. طبعا صح لسان الشاعر على هذه الأبيات والكلمات الجميلة والتي تصل إلى القلب مباشرة وتؤثر في نفس كل شخص خرج بهذه الثورة وشهد الدماء أمام عينيه وشهد صديقه أو أخوه يسقط مستشهدا أو مصابا بسبب هذا القمع والقتل. هل يعقل أن دماء الشهداء سيكون ثمنها قانون انتخابات يصدره محمد الحلبوسي ومن معه؟ هل يعقل أن الشعب الذي خرج على مدار أكثر من شهرين ونحن الآن في اليوم 25 وسندخل على إكمال الشهر الثالث والشعب يطالب بإسقاط النظام وتسعى هذه الأحزاب إلى تمرير قانون انتخابات فاسد من أجل أن يبقوا في السلطة؟ هل يعقل أن دماء الشهداء رخيصة لهذه الدرجة أن يقبل البعض بهذا القانون ويتعاطى معه؟ أمس كنت أشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي أحد الناشطين على موقع فيسبوك تحديداً قام بالترويج لفيديو يشرح فيه قانون الانتخابات وإذ به يتحدث عن أن هذا القانون فيه مساوئ كثيرة لكني أرى أنه خطوة إيجابية وسأتعاطى معه. تتعاطى مع ماذا؟ كثير من الشهداء سقطوا وعشرات آلاف الجرحى والمصابين والمعوقين سقطوا في هذه أو أكثر من 25 ألف أو أكثر هذا الرقم طبعا سقطوا مصابون أو سقطوا مصابين في هذه المظاهرات. هل يعقل أن دماءهم ستكون رخيصة لهذه الدرجة أن تقبل أن تتعاطى مع هذا القانون؟ أن تقبل أن يملى عليك أمر أو قانون من هذه الأحزاب الفاسدة التي دمرت البلد والتي خرج من أجلها العراقيون لكي يزيحوها من المكان؟ هل يعقل أن يقبل العراقيون الذين صمدوا في هذه الساحات واستقبلوا الرصاص الحي واستقبلوا القنابل المسيلة للدموع بصدورهم العارية وبأدمغتهم أن يقبلوا بقانون يخرجه من في السلطة يخرجه كل فاسد موجود في هذه السلطة خرج من أجل أن يزيحه الشعب؟ هل يعقل أن هؤلاء سيقومون بإخراج قانون نزيه شريف يخدم الوطن ويخدم المواطن؟ أين كانوا على مدار 16 عاما إذن؟ أين كانوا وهم يرون العراقيين في المزابل يتبضعون ويأكلون منها أجلكم الله جميعا طبعا و
يبحثون على رصيف آمن لكي يناموا عليه، والآن هم في العراء كثير منهم ومشردون وبلا مأوى وبلا وظائف وغيرها 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 من مآسي كثيرة. هل يعقل أن هذه الأحزاب التي سرقت المليارات تستطيع أن تقوم بإخراج قانون أو إعمار البلد الآن؟ أين كانت؟ ولماذا لا تستطيع أن توفر هذا الموضوع، أو لماذا لم توفر هذا الموضوع سابقا؟ من معنا الآن؟ رندا من كندا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا شكرا على القناة والكادر يوصلون صوت الناس، بس ملاحظة على المظاهرات. تفضلي. انه كل الاحزاب وكل الكتل السياسيه دا يحكون على اللي صار بالجلسه انه انتخابات وكتل وكذا، هي مو مطلب المظاهرين يطلعوا منو اللي يصوت ومنو، هو كل الاتفاقات تصير بيناتهم. احنا دا نريد حل هاي الحكومه باكملها. نعم. باكملها، ما نريد احزاب. ما نريد هاي الكتل اللي هي حاكمه من ايران وغير ايران وكل الموجودين بها. لاكو احد داخل رئيس الجمهوريه محتار اصلا المن دي يخلي، لان ماكو واحد عفوا من هاي الكلمه، ماكو واحد شريف يقدر يلزم الحكم ويقدر هو ينظم هاي الامور اللي تصير. بالنسبه للشهداء اللي اخر واحد اللي يمكن البارحه ثائر من الديوانيه اللي خلوا له عبوه لاصقه يمكن سيارته، الله يرحمه. شنو اللي سواه؟ كله كان يساعد المتظاهرين، كان قبل المظاهرات هو كان اصلا ناشط للفقراء، يساعد الفقراء، شنو ذنبه يعني هسه هو؟ وراح الله يرحمه، شهداء غيره هواية انطت العراقيين هسه كلها شهداء، على انسان واحد ينزيه يلزم الحكم ماكو مسار بكل الدول، يطلع مقتدى وغير مقتدى وكلهم كلها تحكي احنا وين المتظاهرين؟ لانه احنا المتظاهرين اما طالعين ضد من؟ تدرين يا سيدة رندا انه اكثر ناس صفقوا وفرحوا بمجلس النواب هم التيار الصدري وانصار مقتدى الصدر. كيف على هذا القانون ومنتظرين بفارغ الصبر، لأنه عندهم يعتقدون عندهم قاعدة جماهيرية وهذا الموضوع حيضمن لهم مقاعد كثيرة في الانتخابات. ولا كأنه دم الشهيد اللي سقط بالقاع وسالت الدماء، ولا كأنه هي إشارة لهم أنه يعتزلون السياسة، وهذا التمثيل مع التيار الصدري والصدر. ما حد مهتم لدم الشهداء، ما حد مهتم لدم الشهداء غير المتظاهرين نفسهم الواقفين بساحات التحرير. كل واحد يطلع يشوف وين، شنو المنصب اللي راح ياخذه، شنو الوزارات اللي راح يلزمها. بس لا دين ولا شيء. بعدين أكو بس نقطة لازم يعني إذا تسمح لي أقولها. تفضلي. يحجون يشهرون على الجبل احد المطعم التركي. اي رجل سياسي او دين او اي احد يصير لقاء وياه يقول هو شنو دا يصير بالمطعم التركي. لا، ما دا يصير شيء. الثوره العراقيه مو ثوره اسلاميه تمنع الشرب وتمنع الغنى وتمنع الرب، بس احنا ما طالعين العراق، ما طالع ثوره اسلاميه، طالع ثوره وطن. فمن حقه يغني، مو من حقه انه 24 ساعه وقفوه بالبرد والجوع والقتل. نعم. ولازم يقعد. نعم. بس يلطم، ما احنا ما طالعين على مود اللطم. خليه يروح يسد عمار الحكيم باراته اول شيء وبعدين نتكلم عن الجبل التركي غيره. هو وغيره هو هذا الشيء انه يطالع الى اللي يصير بجبل احد. نعم. الشباب دي يشربون، شباب دي يسوون، هي مو ثوره اسلاميه بكيفه، اللي يريد يشرب واللي يريد يغني. يعني هذا 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 حتى لم يحدث طبعا. هاي اولا الاتهامات هذا الموضوع اي بس حتى هو اتهامات تشويه المتظاهرين. نعم. إيش قد ما يشوهون بالمتظاهرين، متظاهرين سلميين، وأصغر أصغر أصغر متظاهر هو أشرف من كل القياديين وأشرف من كل الأحزاب والكتل الموجودة. شكرا يا رندا، كنت معنا من كندا. معنا السيد عدنان من الكويت. عدنان تفضل. ألو. تفضل يا عدنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري، أنا والله أحيي قناة الرافدين، يعني تحية كبيرة صراحة من الأعماق، يعني صراحة هي الوحيدة اللي يعني منذ على أساسنا بداية تشرين الأول وإحنا قاعدين بها بالكويت متابعة، يعني صراحة حصرية تعتبر باعتبار على أساس أنه يعني صراحة قناة تنقل على أساس من نبض الشارع العراقي اللي الآن. نعم. يعني التفض يعني من شبابه وشبانه ونسائه. نعم. وبارك الله لهذه الثورة، ونتمنى لها على أساس أن كل تقدم ونجاح إن شاء الله، بالنهاية إن شاء الله يكون أساسنا النصر إن شاء الله قريب إن شاء الله. لما أنا أتكلم وأحلل المشهد العراقي اللي أشاهده الآن. نعم. أمامي الآن، إحنا أمام
ثلاثة يعني الأساس مرتكزات، هذه المرتكزات التي تمثل قيام الدولة بالأساس، وهي السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. هؤلاء جميعهم يعني كل هذه السلطات في هذا البلد غير قانونية وغير شرعية، وجاءت الأساس أنه لم تمثل الشرعية القانونية اللي أوجدها القانون الدولي في وجود الدول بالأساس. لماذا؟ لأن لو أخذنا إلى السلطة التنفيذية، هذه السلطة جاءت على ظهر الدبابة الأمريكية، ولم تجي عن طريق صناديق الاقتراع. هذا أولا. الشيء الثاني، البرلمان اللي هو يمثل السلطة التشريعية، هذا كذلك جاء من خلال الأصوات وصناديق مزورة بالأصوات والتوافقات الحزبية والمحاصصة الطائفية. نعم. وكل هذه الأمور لا تعتبر بحكم على الأساس أن دولة قائمة بحد ذاتها ممكن المجتمع الدولي يعتمدها كدولة باقي دول العالم تتمتع بالديمقراطية. الشيء الثالث، السلطة القضائية. السلطة القضائية هذه خلقها من قبل توافقات جاءت. عدنان قدم اتصال للأسف مع السيد عدنان من الكويت، نشكره للمشاركة ونعتذر منها الخلل من المصدر، يعني لم يكن منا. أبو أحمد من ديالة، تفضل يا أبو أحمد. أخويا أبو أحمد حياك الله. أخويا يعني إحنا قلنا للمتظاهرين قلنا لهم يا أبا الحذر، خذ الحذر. يعني وعزمة دفع جماعة مقتدى الصدر بما يسمونها قبعة الزرقاء وغيرها. صحناهم أكثر من مرة زين، وسيسوا متظاهرين وسوا ما سووا بالوثبة، ويعني شوهوا سمعة المتظاهرين فد نوبة زين. ونرجع ونقول لهم يا بدر بالكم، لا تخلون أي حزب، إحنا طلعنا شعب العراق كلها أي يعني من الجنوب للشمال كلها أيد المتظاهرين. يعني ما رد أي حزب، اي حزب اسلامي، كل شيء ما اريد، اريد بس اريد حياتنا ترجع وتصير كرامه مثل الشعوب البقيه زين. ما اريد عمي، ما اريد يعني ما اريد اي حزب اسلامي اي شيء، بس اريد منهم اي واحد يجي بس يكون يحكم صح زين. مقتدى الصدر ينسونا وقت السده وغيره هسه جاي يطالب بالاتلاحات وغير اسمها. ما اريد يا هذا، ما اريد. دير بالكم يا معارضين المتظاهرين، دير بالكم. يوميا لازم الصورة إنسانة شريفة أو إنسان شريف بساحة المظاهرين ويزمونها يحرقونها، لا تأخذون كلامهم. زين. أي هذول جاي، هذول الناس من دسين، جماعة مختلفة هم من دسين زين. هو لو بي خير خلي يطلع جماعته بالسجن، جماعته مدافع عليه. لو بي خير مقتدى خلي يطلع جماعته جاي دافع علينا. هاي قبل يومين يصوتون على ما انتخاباته وهاي على أساس هم مسوين فشيش بيعمد مصالحهم وهذه. زين. ونريد نوجه لاخواننا اهل الجنوب نقول لهم يا ابا لا تنغشهم بعد، اكو فاضة على جماعه الوسط وجماعه صلاح الدين والموصل، هسه هم يدخلون لهم داعش ما داعش وهم جاي يفجرون، ترى هم نفس الشيء داعش والميليشيات كلها سوى عمي. زين. كلها سوى وهي ايران، وانتم عرفتوا كل الدين منو جاي يفجركم ومنو جاي يقتلكم. زين. هسه ما خاف ديال الحاجة قبل شويه هم انفجارات وضرب وقتل، يعني يردون في سبيل عمو يشوهون سمعه المتظاهرين والمظاهرات. نقول لهم خذوا الحذر. زين. أشكركم قلبي. بارك الله بك أحمد. أبو أحمد أشكرك، كنت معنا من الديالة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الشطرون من الدور ما حد منهم يرهبنا، نحفر على الحق المكبور تاريخ العز يكتبنا، شكك ونجز الدستور واحنا نحط اللي يعجبنا. اي والله اي والله واسمع ديقا، اي والله اي والله واسمع ديقا. القانون على النواه تدخل ما تدخل الاحزاب، القانون على النواه تدخل ما تدخل الاحزاب، ما حد منهم يرهبنا، ما حد منهم يرهبنا، مضمومين وما يدرون وقت لازم ردينا، فجر عيد القانون ما بعليهم سدينا، ما يتلاعب بي ملعون واحنا اي والله اي والله واسمع دي قار، اي والله
طبعا نرسل التحية لمحافظة ذي قار، نشاط كبير بصراحة بهذه المحافظة وتفاعل كبير من المتظاهرين وقوة حتى في مواجهة آلة القمع والقتل الحكومية، لكن يعني يرسلون رسالة واضحة بمطلبهم الحقيقي، وهي أيضا رسالة لمن ربما يعني يتأثر حاليا، بعض من يتأثر بما يخرج إعلاميا أو يروج له من أجل دعم هذه السلطة الفاسدة كما يقول المتظاهرون. المطلب هو أن يكتب القانون أو قانون الانتخابات يكتب بأيدي عراقية، بأيدي وطنية عراقية، وليست بأيدي هؤلاء التي خرج من أجلهم الشعب لكي يزيحهم من مناصبهم. يزاح هذا الدستور ويلغى ويكتب دستور وطني عراقي بأيدي عراقية وطنية خالصة، خالي من كتابة أمريكا وخالي من حروف إيران في هذا الدستور. هكذا هو المطلب وهذا ما يريده الشعب، ولذلك نتمنى أن لا يتأثر أحد بهذا الترويج، ويجب أن يركز قليلا من لم يفهم قانون الانتخابات أن يحاول مرة واثنين وثلاثة أن يتمعن بالنظر إلى هذا القانون، وكذلك يستشير. ليس خطأ أن أستشير من هو فاهم بهذه الأمور القانونية، أن أتابع من حللوا القانون بشكل منطقي موضوعي بعيدا عن الميول الحزبية أو التأثرات الأخرى، وبالتالي سيفهم حقيقة هذه القوانين ويسأل نفسه سؤالا منطقيا، هل لهذه الأحزاب الفاسدة ولهذه السلطة الطاغمة أو الجاثمة عفوا على صدور العراقيين الطغمة الحاكمة، هل لها أن تكتب شيئا أو تخرج قانونا وطنيا نزيها شفافا يخدم المجتمع؟ سؤال يطرح بينه وبين نفسه، يطرح على نفسه ويسأل، هل هاي الأحزاب الفاسدة اللي احنا طالعين حتى نزيحها من مكانها يمكن أن تبني هذا البلد؟ احنا العاد ليش طالعين إذا هم يقدرون يبنون البلد ويقدرون يطلعوننا قانون انتخابات نزيه شريف؟ احنا ليش طالعين إذن؟ ليش قبلنا أنه يسقط منا شهداء وقبلنا أنه يسقط منا جرحى؟ سؤال يوجهه أو يطرح العراقي الذي لم يفهم هذا القانون بعد على نفسه ويسأل دون أن يفهم حتى هذا القانون. معنا أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. طيب فقدنا اتصال مع أبو فيصل ومع عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى العراق. أهلا وسهلا يا أم عبد الله. أستاذ يعني لو واحد يصرن على العراق، بس العراق إحنا نشوف كل نتيجة أنه أصبح مكان لتصفية حسابات الدول الأجنبية في العراق. يعني هاي صار لنا 16 سنة أمريكا سيطرت على كل منافذ العراق وعلى كل الثروات، إيران نفس الحالة، إسرائيل أيضا تريد تصفي حساباتها وإيران، اليوم ضربت عن طريق الطائرات المسيرة في الأنبار مخبات الحشد، الانفلات الأمني موجود كله في العراق من الشمال إلى الجنوب، الديالة حركات مع العشائر، عندنا يعني أستاذ إحنا الانتخاب الشخصية يعني هم رئيس الوزراء العفو رئيس الجمهورية يدس نبض المتظاهرين، هذا يريده هذا لا يريده، ليش هي قضية إنه دس نبض المتظاهرين لو قضية وطن لو قضية حكومة إنه لازم كلها مثل الانقلاب شلون الشلع قلع يعني الكل هذا ما يفيدنا إحنا رئيس وزراء يجينا ويسوونا شغلات ترقيعية. أستاذ إحنا عندنا نشوف أمريكا كان عندها هدف هو أو إيران أو إسرائيل هدف في تدخلها في العراق، أول شيء إسقاط الخلقي للعراقي، بس مع هذا إنه الإنسان الشريف خاصة المتظاهرين رفعوا صوتهم مع صوت الشعب العراقي والمؤيدين لهم هو إرجاع العراق يعني لأنه الحكم اللي إحنا بيه هو ما يليق بحكومة يعني بعراقنا، ليش؟ لأن العراق كان هو القدوة الأساسية وهو قائد الجناح الشرقي للأمة العربية والوطن العربي، فوين وصلنا إلى مرحلة من هذا النزول الأخلاقي؟ يعني أنا كنت أصور سابقا من كان مقتدى الصدر يشوف أكو فد تحرك غير لائق للأخلاق كان يصفيهم، هسه خلي يشوف مقتدى الصدر، شوف القسم من الشباب العراقي اللي موجودون في أمريكا هسه، يعني مثلا أمير عاشور هذا قائد منظمة
أم عبد الله شكرا لك، معذرة انقطع الاتصال. معنا السيد عبد الرزاق من بغداد. عبد الرزاق تفضل. أخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي تحية جلال وإكرام لكل شهداء العراق. نعم. وإذا سمحت لي أنا أحيي أهل الناصرية وأهل بغداد وأهل كل العراق، بس أهل الناصرية يعني بين قوسين بالأخص الأعلى، إنه هذا الدستور دستور مزور. نعم. وإضافة إلى ذلك يعني هذول ما في داعي يعني أجيبه وأخلي وأحط إنه أهل العراق يعرفون هذول هم منين، ذيول مرتزقة مسفرين، ناس يعني ما يخافون الله، ناس عندهم كراهية العراقي، يعني يكرهون شيء اسمه عراقي، يعني هم بشخصيتهم يعني يعطيك من اللسان، يعطيك من طرف اللسان حلاوة وراوغك غمرة، يعني يشوفك انه هو يحترمك ويشوفك انه هو انسان عراقي، لكن هو بالاساس هو مو ولاء للعراق، هم ناس اساسهم ولاء للغير، مو ولاءهم للعراق. شكرا جزيلا. شكرا لك يا عبد الرزاق. معنا السيد رياض من امريكا. رياض تفضل. اهلا بك. السلام عليكم اخ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك وتحياتي للطاقم قناه الرافدين. حياك الله. تحياتي كل المشاهدين والمستمعين عبر قناتكم الموقره وقناتكم الوطنيه. طبعا كل مره ينتخبون رئيس وزراء جديد من الاحزاب الفاسده. وبعد المظاهرين يرفضون، وبعده يجون برجل جديد، وها صار مثل روسي وقت للوقت. احسن حل هو رئيس وزراء جديد هو طبعا فاسد مثله. فارجو من المظاهرين ان لا يهتموا من جاء الى السلطه. الاهتمام هو بطرد كل الفاسدين، يعني الاحزاب الفاسده جميعا والحكومه والبرلمان. مثل ما يقولون بالشارع سلع خلع. حتى لو اختاروا رئيس وزراء جديد من المظاهرين ما راح يخلوا يؤدي واجبه بصوره صحيحه، لان راح يصير ضغوط عليه من الاحزاب الفاسده. بعد ذلك راح يكون اغتياله ويقول الشعب بان عمل حادث سياره. المظاهرين يصرون على طرد الحكومه، يعني الاحزاب الفاسده. وشكرا. شكرا يا رياض، كنت معنا من أمريكا. فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام نقرأ الرسائل التي وردت، هناك الكثير منها حقيقة، نود أن نقرأ باختصار شديد ما ورد. نعود إلى البدايات. لدينا أحد المشاركين أبو علي من الديوانية يقول، أو القادسية: زيفهم انكشف وسرهم هتك، فما عادوا يعرفون كيف يختبئون، فبدأوا يتخبطون ويخطئون في قراراتهم حتى يسقطون. لدينا رسالة تقول: تحية حب واحترام لكم أيها الأوفياء في قناة الرافدين العزيزة. ساعات وترد الشمس ترسم جلايد للوطن، ترسم جلايد للوطن، ما دام عندنا حلم واجب تزول المحن. ساعات عن النصر وأحزابهم مزنة وجزت، يموتون ويعيش الوطن. أخوكم كامل فرج شنيار من ذي قار. شكرا يا كامل. رسالة تقول: السلام عليكم، شكرا لقناتكم الكريمة، وفقكم ووفقتم مع التظاهرات ونقل الأخبار أول بأول. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار الثائر وسام حسون من ذي قار ساحة الحبوبي. شكرا لك. هذا جواد من البصرة يقول: السلام عليكم، من ساحة التظاهر الآن من البصرة العيداني. طيب اوكي، يطالب هو يعني يقول العيداني ابن البصره وهو مطلبنا لرئاسه الوزراء. ماشي اسعد العيداني، احنا عندنا ما اعرف حضرتك من اي جزء من البصره، بس احنا اللي نعرضه من البصره كلها، واللي نعرضه من بغداد، واللي نعرضه من كل المحافظات العراقيه، اللي نعرضه مو اللي احنا مسويه، اللي نعرضه من كلام الناس من هتافات المتظاهرين انه هو محسوب ضمن الفاسدين. طيب لدينا رساله تقول: تشرفت بقناة الرافدين صوت الشعب، الله يرحم الشهداء وينصر المتظاهرين وتسقط الحكومة الفاسدة كلهم شلع قلع. خدكم نادية من ألمانيا. شكرا يا نادية. يقول أحد المشاركين: قانون الانتخابات عبارة عن ورقة كتبت بأيدي فاسدين وصفق لها كل فاسد. تحياتي لكم. رسالة تقول: السلام عليكم، أنا أم علي من ذي قار، لا نريد الأحزاب القذرة، نريد وطن، وإن شاء الله عام هذا العام عام خير على العراقيين الشرفاء.
رسالة تقول أبو حاتم من الموصل: السلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ محمد ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. والثورة وثوار تشرين، العراق دولة قانون ومؤسسات قبل عام 2003، من الدول الأولى بالعالم بالنظام والقانون، ومن بعد العام المذكور بدون حكومة ونظام، العملية السياسية مرفوضة من الشعب العراقي، وخرج الشعب ليعيد السلطة للشعب والوطن والوطنيين، والاحتلال باطل والشعب منتصر. شكرا لك. رسالة تقول: لا يمكن إقصاء الأحزاب الفاسدة لأنها أصبحت من أصحاب رؤوس الأموال ولديها من المال ما يكفي لشراء أصوات الناخبين، إذن لا فائدة من قانون الانتخابات الجديد. أبو أوس من تركيا. شكرا يا أبو أوس، لكن ستقصى هذه الأحزاب، وهذه الأموال التي لديهم هي ليست أموالهم، هي أموال الشعب. سلام، تحية لقناة الرافدين الشريفة. من نجاحات الثورة القضاء على الطائفية وفضح مقتدى كعميل لإيران وللسيستاني الإيراني، فمرجعنا العراق وعاش العراق. سامي من هولندا، شكرا يا سامي. رسالة تقول: تحية وطنية خالصة لقناة الرافدين البطلة، صوت الشعب العراقي الشجعان. مرحبا أستاذ محمد. بالنسبة لهذا القانون، قانون الانتخابات، هو مؤامرة طبخت في مطابخ إيران، وأبطالها محمد الحلبوسي وقاسم سليماني ونور المالكي وبقية العصابة التي تحكم العراق اليوم. أي قرار يصدر من هؤلاء الخونة هو قرار ضد الشعب وليس مع الشعب، هو مجرد التفاف على أهداف الثورة وكسب الوقت. عبد الكريم قاسم الدليمي من نيويورك، شكرا لك. رسالة تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم أخي. نظام إيراني نظام دموي وقاتل ومكار، الله يحمي العراق من هذا النظام المجرم اللي ما يرحم شعبه كيف يرحم اللي ما يرحم شعبه كيف يرحم. لدينا رسالة تقول: السلام عليكم، أحييكم بتحية الإسلام، أختكم الجزائرية من اسطنبول. ماذا أقول سوى أن الشعب العراقي شعب واقف ويحب وطنه مثله مثل الشعب الجزائري، اشتركوا بنشيد واحد: موطني موطني كما أحببنا وطننا وكم تمنينا. شكرا لك. في آخر رسالة محمد بن السماوي يقول: السلام عليكم، أحيي قناة الرافدين، والله هاي الحكومة إيرانية فاسدة. بهذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.